يا الله تكفى يا رب يا رب انك تصحى يا رونالدو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كفو. ايه يلا قوم يا رونالدو اصحى، تراني دكتور تياغو. انا ليونيل ميسي، قلت انا ولد ليونيل ميسي. قوم يا رونالدو تكفى بالله يا اخي، كل حلقة الا وانت ميت يا اخي، ليش كذا يا الله؟ الجرذان كلهم ماتوا ورونالدو مات معاهم. والله لو اني داري انك ان الدخان يضرك يا رونالدو، والله كان ما سويت هالشي. يا الله لا يا ربي، صدري توجعني. ماتوا كل الجرذان. الله يرحمك يا رونالدو. الله يرحمك، والله كنت لاعب جميل جدا وافضل واقوى لاعب بعد ليونيل ميسي. وش فيك تياغو؟ الله اكبر، رجعت الحياه. وش يا ويلي بل، انت وش فيك يا رونالدو؟ انت سبع ارواح، انت قطو، انت ما انت بني ادم، انت مو انسان، انت مو بشر يا اخي، ما تموت انت. طيب اسمع، يلا تعال معي. وين ميسي؟ ميسي طلع برا من البيت. كيف طلع؟ البيبان مقفله. لا تعال، مفتوح. ايش اللي مفتوح؟ انا وابوك ميسي حاولنا نفتح كل البيبان. وكيف كذا يا تياغو؟ والله ما ادري يا رونالدو، الباب كان مفتوح وميسي هرب من هنا، خاف وهرب. خواف؟ ادري انه ابوي ميسي، لكن وش اسوي يا اخي؟ خواف. طيب انت عطنا اخبار الموتر حقتك، وين هي؟ يلا تعال الموتر، انا جبت الشاص الوردي حقي. ايش؟ شاص بنوتي. ايش اللي شاص البنوتي؟ ام حق شاص وردي؟ وين سيارتك هذيك اللي تتكلم اللي انفجرت؟ هذه سيارتي اللي انفجرت هنا. ابوي داخل السيارة يا الخواف. يا تياغو والله خفت يا اخي، وش اسوي؟ يلا يا رونالدو خلنا نركب ونروح من ذا البيت الرعب. يلا والله كفاية كذا. وين جاي انت؟ وش فيك خايف ابوي؟ والله ما اسوي لك شيء، تكفى يا الله يرحمك. لا تخاف كذا، كنك كذا طفل. خليك كذا رجال. يلا يا رونالدو. طيب يلا مشينا. يلا ابوي ميسي، وش فيك خايف انت كذا؟ اوكي يلا مشينا. خواف. شوي. الحمد لله طلعنا من هالمصيبة. والله تياغو. ايوه والله الجرذان خوفوني مرة. ايش اي والله تياغو، وش فيه؟ وقفت يا الله، وش فيه ذا؟ ها ما عليك يا ابوي، والله لا اخذ حقك. وين رايح تياغو؟ ليش ترجع البيت يا ربي؟ لا تخاف يا ابوي، براح اوريهم، والله ما اخليهم. تعالوا يا الكلاب يا الفئران الجرذان، خليت ابوي يخاف. ها اوريك يابا، خليك في الموتر، لا تجي هنا، والله راح تصير شاورما انت ورونالدو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وين القنابل الذريه؟ نيو نيو نيو. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، الاول الثاني الثالث الرابع والخامس والسادس والسابع، يا لبي، والثامن. خلاص كفاية كذا، ثمانية قنابل في البيت الجرذان. أوريكم والله، لا أوريكم الأكشن الحين. والله إني قوي، والله مفروض أنا توم كروز. كفو والله حبيبي أنت يا تياغو. يبا وش رايك بالله، خليت حقك، لا تخاف خلاص. تعجبني والله، كل شيء انتهى، جيم أوفر. كفو. والله الجرذان راح ياخذ حقهم. الله يا ولدي انك كفو يا تياغو، ذبحت كل الجرذان يا اخي، كفو والله. ما عليك يا باه، يستاهلون والله يستاهلون. يا تياغو وش سويت؟ حرقت الجرذان، والله لا ياخذون حقهم يا الله. يا رب الله يستر، يا رب الله يستر. بس وش سويت يا تياغو؟ ذبحت الجرذان وحرقتهم بعد. انت
ترميون ترميون. وين رايح؟ اسمع يا رونالدو. ها. اسمع يا ميسي، خليكم هنا، انا بروح ببول وبرجع لكم بعد شوية. لا 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 لا، راح ابول في البحر. يا رونالدو والله اني حسران، مرة حسران بقوة. وانا بعد حسران. يلا مشينا، تعال. يلا يا ميسي تعال تعال تعال، خلنا نشوف ولدك الوسخ ذا وش يسوي الحين هنا. انت الوسخ تياغو. وش فيكم رجعتوا انتوا وياه؟ ما قلت لكم خليكم في سيارة. والله يا ولدي انا كنت حسران مرة. وانا بعد حسران. ما شاء الله، يعني انا حسران صرت وانتوا حسران بعد. اعوذ بالله، يا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. ادري ان الشيء هذا مو كويس، الحركة جدا قبيحة، لكن وش اسوي؟ وانا بعد فيني بولا 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 بولا. بابا يا وسخ، وش هذا؟ يا ميسي وتياغو يا وسخانين، الله لا يسامحكم، وش الوساخة؟ خافوا ربكم، استحي على وجهكم. والله اني حسران يا تياغو. يا رونالدو وش الوساخة؟ مالت عليك يا الله. والله انكم وسخانين رونالدو وميسي كلكم. والله الماء بارد، خلاص انا كذا كفاية سبحت وخليت لي شاور جميل جدا في الموية اللي بولنا فيه. تلعب يا رونالدو؟ ايه. تلعب ميسي صح؟ خليكم العبوا هنا، انا بروح بشوف سيارتي اذا تحتاج شيء ولا شيء. الله اكبر. الجرذان الفئران جو حتى هنا يا بعد، كيف انا ذبحت كلهم ما كان بقى ولا واحد. يا ربي كيف جو هذول كلهم؟ أنا ذبحت كلهم، كيف كذا؟ يا الله سيارتي، بليز لا تخافين، خلني أروح أعلم أبوي. لا دقيقة، قبل ما أعلم أبوي خلني أدور لي مساعدة هنا، أحد يساعدني علشان ما يجرحون ميسي ورونالدو. اوكي وين ادور لي احد؟ وين ادور؟ وين 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 وين؟ يا صديق سلام عليكم، تعال تعال بالله، تعال تعال يا بادي بيلدر، انت العضلات المعطلة، انت تعال تعال. اصبر وش تركض انت؟ يا الليل الرياضة يا صديق. يا حلو انت، يا تعال تعال يا ويل سميث، تعال ابغاك بالله تعال. هلا السلام عليكم. هلا عليكم السلام، تكفى بالله ابغى منك مساعدة تساعدني فيه. امر سيارتي واقفة هناك والحيوانات كلها فوق سيارتي. ايش اللي حيوانات؟ كلهم جرذان. جرذان قصدك الفئران؟ عادي بسيط والله. اي فئران، تعال تعال اوريك تعال. يلا انا بساعدك، ليش انا معطل؟ انا جاي اساعدكم هنيه. يا الله يا رب شطرك يا رب. بسيطة والله، ما عليه. ام حق شاص، شوف هذه سيارتي الشاص. شاص وردي ام حق؟ وردي. وش دخلك وردي ولا بنفسجي؟ انت بس اذبح الجرذان وبس، كل اللي عليك بعطيك 15 ريال. ايش اللي 15 ريال؟ صاحي انت ها؟ ايش اللي؟ يلا بعطيك 20، خلاص لا تبكي، زودت 5 ريال علشان عيونك الحلوين هذول. يلا زين، بحاول بذبحهم كلهم علشان ال 20 ريال حقتك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسيطه والله يا ورع. الله وش تسوي؟ وش تسوي يا الأخ؟ ايوه
وايش اللي تطقع؟ انا ما اخذ الوضعية يوغا. وضعية يوغا؟ هي شو خلاص يا وس خلاص روح اذبح روح. الله يا مسي شوف وش حصل داخل موية. يا ورع انا مشغول يا اخي. شوف 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 الله 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 والله الماء بارد يا مسي كفو والله. اي والله الماء بارد مرة. يا الله. لا 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 لا. كيف تمشي ما عليك هذه مشية الاكشن. سهلة يا ورع. انت اصبر دقيقتين ولا هم ماشيين كلهم. يلا يا صديقي اذبحهم كلهم. اوكي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب انك تساعدني. يلا خلني اتجهز نفسي. سهلة. يلا 1 2 3 يلا روح. حط رجلك. حط رجلي. يا ولي لا. والله اضيع عمري علشان 20 ريال طز فيك انت والجرذان حقتك. بلي بلا. لا اله الا الله الكلب راح لعب علي الحمار. اشو ما عطيتها 20 ريال ولا كان ضاع مني. يا ربي وش سويت الحين؟ خلني اعلم ابوي اعلم ميسي ورونالدو يساعدوني. اعلم هو ولا لا؟ دقيقة لا خل رونالدو يستانس. جالس يمسك إيال جالس يصيد السمك. خلني أدور لمساعدة. والله جتني فكرة حلوة. خلني أتصل على الحكومة أتصل على الشرطي يجي يساعدني ذبح كل الحيوانات الجرذان والأليفة. السلام عليكم شباب كيف الحال؟ اسمعوا شباب ترى في زر السبسكرايب تحت إن شاء الله تتعشى جنبه أو ترقص فوقه ما أدري أهم شيء إنه ينضغط. باي.